ريس سيلرز احسن 8 في مصر دلوقتي. معانا محمد جمال المعروف بجيمي الحريف. ومعانا النجم اللي جاي من اسكندريه ضياء تيدوز. ومعانا جاي من المنصورة محمد غازي. ومعانا الدكتور الحريف بيسو. معانا النجم بتاعنا من القاهرة بقى، يعني طبعا جيمي من امبابه، يعني عشان حد هنا من امبابه. طب سقفه كبيره لامبابه يا جماعه. معانا يوسف حسام النجم بتاعنا من هنا من مصر الجديده. معانا بعده من المنصوره برضه والقاهره برضه نص نص احمد غازي. معانا نجم تاني من اسكندريه ميدو الشهير بميدو دانس. واخر واحد معانا النهارده في التوب 8 وكسر الدنيا مهند حسام.